مفيش كده يعني نعمل مبادرة نزق زقة في ان احنا نخليها 3 سنين؟ انا عايز اشجع الناس اكتر بصراحة يا حمدي بيه. والله الحاجات دي هتبقى تحت الدراسة، انت عارف حضرتك موضوع التكلفة دلوقتي، وفي حاجات كتيرة من المكونات بتاعت التحويل والحاجات دي كلها بيتم استيراد جزء منها من الخارج، وبالتالي دي دعوة من حضرتك نشوف ان شاء الله يكون في قرار ايجابي في هذا الشأن. يا رب يا رب. طيب بخصوص بقى التقسيط مع البنوك ده موجود مش كده؟ والله هو التخصيص مع البنوك ما اعتقد موجود برضك، بس احنا بنقول ان احنا بيتم التعامل من خلال البنوك، يعني هو طبعا لما يجي يقسط على سنتين او يقسط على سنه ونص او الحاجه بيبقى من خلال بس بدون فوائد، يعني احنا بنقول ان هيتم بدون فوائد، لكن قد يكون من المناسب ايضا ان يتم تعميم دي على البنوك، بس البنوك هتاخد فايده على لو حد مثلا هيجي يقول والله انا عايز اقسط المبلغ مثلا على 5 سنين ولا حاجه، يعني اللي انا بشوفه ايه يا فندم؟ انه اذا هنعمل تعاون بروتوكول اتفاق ما بين الوزاره وما بين القطاع المصرفي انه ان احنا عايزين البنوك تقسط للناس على مثلا ال5 سنين بس تبقى الفايده بتاعتها لطيفه ميسره اسهل حاجات زي كده، يعني ان شاء الله خير ان شاء الله. ماشي، في الانتظار. اشكرك جدا يا حمدي بيه، كل الشكر. استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول.